السلام علیکم مشاہدین الکرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد شہر اعجازی اور میں حاضر ہوں ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک اسپیشل ایپیسوڈ کی کے ساتھ مائنڈ یور عربک کی. میرے ساتھ موجود ہیں استاد سمیر اور میں خود ایک عربک کا طالب علم ہوں اور ہمارے ساتھ ایک اور طالب علم موجود ہیں نازیہ انور. اور ہم آج کی اس اسپیشل ایپیسوڈ میں جو ہم بک فالو کر رہے تھے آج ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن اس بک کے علاوہ کچھ جو چیزیں ہیں سیکھنے والی وہ ہم آپ سیکھ رہے ہوں گے اور وہ بہت ایک انٹرسٹنگ سٹائل سے سیکھ رہے ہوں گے. سو ہم شروع کرتے ہیں اور اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمیں یہ ڈفرینٹ چیزیں سکھا رہے ہیں. یا استاذ کیف حالک؟ بخیر والحمد للہ. کیف حالک؟ الحمد للہ. کیف حالک یا نازیہ؟ انا بخیر والحمد للہ. ما شاء الله جيد. فإن شاء الله نحن اليوم سنتعلم بعض الأنشدة. سننشد بعض الأنشدة. ما هي الأنشدة؟ نشيد. نشيد. Okay, so we'll study a few songs. Sort of poems. نشيد. Poems. Yeah, to facilitate learning some things in Arabic which would rather which would otherwise become boring to learn in a typical manner. Okay. So what we try to do is we try to make songs out of make songs out of them so it's easier for the viewers. Okay. To learn. So what is the first thing that we are learning and وہ کس بارے میں ہے؟ جيد. اولا سنتعلم كيف نعدد العدد. Okay. بين الواحد الى عشرة. واحد الى عشرة. عشرة. So we'll learn counting from 1 to 10. We'll learn counting from 1 to 10 first thing. جيد. And secondly ثانيا سنتعلم كيف نعدد اشياء او كيف نعد اشياء. How to count things and objects in Arabic. Okay. طيب from 1 to 10 so it's gonna be pretty simple. طيب النشيد الأول. النشيد الأول first نشيد 1 to 10 and I'll do إشارة with my fingers so that you can follow. Okay. طيب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. معي أنتما. واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة ثمانية ثمانية تسعة تسعة عشرة عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. طيب okay. فواحد بمعنى one. اثنان two. ثلاثة three. أربعة four. خمسة five. ستة six. سبعة seven. ثمانية eight. تسعة nine. عشرة ten. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. جيد. مرة واحدة جميعا وبصوت عال. واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة
ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة ثمانية ثمانية تسعة تسعة عشرة عشرة ما شاء الله. Okay. So this is just the numbers. This is just what you say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? Okay. So Maybe let's ربما لنجرب لنختبرك. Okay. Practice. واحد. Yeah, we're seeing how much he remembers. Okay. واحد. اثنان. ثلاث. اثنان أو اثنان. 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 What's the difference? It sounds مجهول, you know, weird. اثنان. It's not spoken like that. اثنان. Okay. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. ممتاز. وأنت يا نازية كم تذكرين؟ واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. شاباش. يعني ممتاز. طيب. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. طيب. Can we listen to the song once more so that the viewers are able to again memorize these numbers? हम लोग को तो बड़ी जल्दी याद हो गए. Hopefully के viewers एक और दफा सुन लेंगे तो याद है. بكل سرور. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. طيب. اوكي. فيا شجي. يس. هاتي خمسة. هاتي خمسة. هاتي خمسة بمعنى give me five. give me five. give me هاتي خمسة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. اوكي. So even for saying high five, so we say هاتي خمسة. هاتي خمسة. اوكي. So I had one question. This is just the numbers. What if you are counting something? For example, I have to count 10 books or 10 keychains or 10 pens. So how do we do that? Can it's very say? Simple, and we also have a nasheed for that. Oh, we also have a poem for yeah, that. Yeah, and I thought you'd ask me. So I think we should directly begin with the nasheed. And let's count pens first. Okay. Okay. In over here, you need to realize that you need to know three things. Okay. In Arabic, there is not just singular and plural. Okay. ليس هناك فقط واحد وجمع. هناك واحد ثم التثنية ثم الجمع. There is a pair. Yeah, there is one, there is two, and two plus. Okay. So normally in English language you would say singular, plural, one and more than one. So anything more than one becomes a plural. اور اردو زبان میں ہم کہیں گے واحد جمع ایک یا ایک سے زیادہ. لیکن عربک زبان کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں ایک دو اور دو سے زیادہ آتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. طیب. اوکے. سو فرسٹ قلم. هذا قلم واحد. This is one pen. Two pens, we'll learn how to do it, alright? Follow the nasheed. قَلَمٌ وَاحِدٌ قَلَمَانِ إِثْنَانِ ثَلَاثَةُ أَقْلَامٍ أَرْبَعَةُ أَقْلَامٍ خَمْسَةُ أَقْلَامٍ سِتَّةُ أقلام سبعة أقلام ثمانية أقلام تسعة أقلام عشرة أقلام. Okay. So let's count books. Let's count books. كتاب واحد كتابان اثنان ثلاثة كتب أربعة كتب خمسة كتب ستة كتب سبعة كتب ثمانية كتب تسعة كتب عشرة كتب. So the format, the state of the word changes when it's been counted in a pair.
اور پھر ٹو کے بعد سے جو نمبرز آتے ہیں اس میں آبجیکٹ کا اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ چینج ہو جاتا ہے. وی آلویز اسٹارٹ ود دا سنگولر یونٹ فرسٹ اینڈ دین ٹو ارائیو ایٹ دا ڈبل یونٹ اور دا تثنیہ وی ایڈ الف و نون نضیف اضافۃ الف و نون مثلا قلم واحد قلمان اثنان. لیٹس جسٹ پریکٹس ون اینڈ ٹو فرسٹ رائٹ. قلم واحد قلمان اثنان قمیص واحد قمیصان اثنان ورق واحد ورقان اثنان کرسی واحد کرسیان اثنان مکتب واحد مکتبان اثنان جوال واحد جوالان اثنان طالب واحد طالبان اثنان. نعم طالبان اثنان الكلمة التي حتى نخاف من سماعتها يعني only two students. طيب not a lot of students. طالبان اثنان. Okay. One question that I had was that in the one we use the singular form. In two we have the alif wa noon wali form ane and in three ani and in three we use the jama. We use the plural form. Plural form. See? Okay. And after 10 the concept changes, but over here in today's episode our aim is only to master from 1 to 10. Chahiye? So we must note three things: the singular and the tasniya. Tasniya is very easy. You just need to add alif and noon ani at the end of the singular. Basically the sound of ani. Ani. So kitab, kitabani. I'll just give you a few words. Quickly make them. Okay. Nazaratun. Nazaratani. Kamisun. Kamisani. Jawalun. Jawalani. Mirwahatun. Mirwahatani. Misbahun. Misbahun. Misbahani. Jidarun. Jidarani. Tilfazun. Tilfazani. Jayid. Madinatun. Madinatani. Jayid. So it rhymes with isnani. So it nani. Makes sense. Acha, do we need nani ko yaad rakhe. Do we need to say isnani once we say kitabani? Not really. Because this form is, because it's only used for the educational dual. It's specified for the dual form. And it's very evident. When you say hear the word kalamani, it's obvious that you're talking about two the pens. Pair. Right? Okay. So we, I think when we were studying the Dhamma, Fatha and Kasra, we also used Dhammatani. Dhammatani. Because there are two. Two, two dhammas. Fish and kasratani, two zir. Two zir. Fathatani, two, two zabar. Zabar. Let's okay. count another object. Okay. Okay. Masjid. Masjid. Jait. Masjidun wahidun masjidani ithnani thalathatu masajid arba'atu masajid khamsatu masajid sit تتو مساجد سبعة مساجد ثمانية مساجد تسعة مساجد عشرة مساجد. So in this it is very important for us to know as to what the plural form of any word is. Yes, it's very important. Yeah, yeah, for example, if I know that a house is called a baitun, that's not enough for me to be able to count. You need to know the plural. I need to know the plural. So هل أنت مستعد لتحديا for a challenge? Okay. You mentioned baitun. So I'll give you the plural for baitun. It's buyutun. 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 Okay. Can you count from 1 to 10 now okay. for us? Okay. baitun wahidun. Baitani isnane. Salasatu buyutin. Arbatu buyutin. Khamsatu buyutin. Sittatu buyutin. Sabatu buyutin. Samaniyatu buyutin. Tisatu buyutin. Ashratu buyutin. Mumtaz.